كاع لي صادمين كنقولوا لي اتصل بهذا الرقم هذا. انا ما عرفش القصه ديالك، مي كلشي تيقول لي حاول انك تعيط ليها. شدني الفضول باش انني نعرف القصه ديالك. كلشي قال لي هذه فيها عبره للناس اللي غيكونوا تيتفرجوا واحد القصه اللي مختلفه على القصص اللي دازوا. فكاع لي صادمين قالوا لي اتصل بهذا الرقم وعيط. ف انا اش نقول لك؟ اول حاجه شنو الاسم المستعار اللي غتعطيني؟ مريم. مريم، قبل ما نسمعوا القصه ديال مريم كلشي برك على قليب، عفاكم كلشي قليب وكلشي بارطاجي، الله يجازيكم بالخير. كذلك ما تنساوش القصص كاملين اللي تيدوزو غيكونوا تلقاهم في هذه القناه هذه. كاع اللي تيبغيو يسهروا واللي تيبغيو يتفرجوا راه القصص كاينين في هذه القناه هذه بدر الهلالي. ما تنساوش انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس. مريم تفضلي انا تنسمعك. مهم انا دابا يلا عندي 17 عام. اها يلا عندي 17 عام. حياتي تقريبا من صغري وانا عندي 8 سنين دازت كل هذا. كنت كنقرا في ممكن ديري الكيت الا ما دايرهش. ممكن ديريه؟ لا ما دايرهش الكيت. قلت لك واش ممكن ديريه؟ إذا كان عندي غير كيت بلوتوث. واخا ماشي مشكل، صافي نحاول نسمعوك. كملي لي يا مريم. مهم ملي كنت كنقرا في الثالث، الوالد الشركه اللي كان خدام فيها دارت فايت. ملي دارت فايت دار فراشه وبدا كيبيع وشري. صافي ديك الفراشه بقات كتكبر كتكبر حتى ولات فراشه كبيره حدا الدار. وليت ماشي بحال الدراري الصغار اللي كيعيشوا كيلعبوا، لدرجة أنني إلا مشيت كنلعب كيجي كيضربني قدام البطلة كيقول لي زيد تخدمي. أنا جيت كنخدم كنضرب شمارة يعني ما كان كيعطيني حتى شي حاجة. صافي داز الوقت شو ديما بحال هكاك، يعني لدرجة أنني كنكون جاية من المدرسة كنتعطل غير 5 دقايق كيجي كيعيرني كيسبني بالهضرة خايبة وكان كيجرني كيضربني. كنت كنمشي نبيع ونشري ووصلت لي واحد الدرجة يعني وليت باغا غير ننتقم منو. عندك شي اللي داز عليا بزاف يقدر يضربني بلا سبب، ماشي أي ضرب، ضرب ديال بصح يعني كيشد تي ولا كاب. سلام، الى اول مره تشوف هذه القناه حاول انك تشترك فيها وتفعل الجرس باش ديما يوصلك الجديد. كذلك ما تنساش تخلي لنا شي جيم وشي كومونتير على هذا الفيديو، وما تنساش ان هذه القناه يلا بدينا فيها ومحتاجين للدعم ديالكم. نتمنى هذا الفيديو هذا كل شيء يخليه فيه جيم وكومونتير اللي كيعطيني به قتله ديال العصا. صافي داز الوقت وصلاش عندي تقريبا 14 عام. بديت كنطلع طلعت الكوليج بديت كنعرف الدريات تقرر انني بديت كناخد ليه فلوس، يعني بديت كنشفر ليه. تتشفري لباباك الفلوس؟ هو ما كانش كيعاق كاع. من بعد بداو كيجيو عندو الناس كيقولوا لي بنتك راه فلوس زايدين عندها. صافي شدني خرجني من المدرسة عطاني قتلة العصا دار لي شي حاجة اللي بزاف كنقول لك. عذبني عذبني 15 يوم وسد عليا في بيت. الماكلة كانت كتدخل عليا اختي بتخبية. داز الوقت خرج قررت انني نهرب. صافي قررت انني نهرب. تعرفت عند واحد البنت البنت جلست عندها لمدة ديال 15 يوم. داز ديك 15 يوم بدا شي عليا شوفي اختي راه خاصك تبدي تقلب على راسك. مشيت بداش كتجيب لي رجال للدار. ما هي لي الله، كيفاش تجيب لك رجال للدار؟
بديت كتجيب لي رجال الدار اللي يلا عندي 15 عام بديت كتجيب لي صح. شكون شافها امراه؟ جا واحد هاد البنت كانت عندها 22 عام وكتجيب لك الدراري للدار واخا من بعد شحال كانت في عمرك ديك الساعة؟ 15 عام واخا اها من بعد جا واحد الدراري اللي فاش كنت انا في الدار هي ما كانتش قال لي انا راه من كنعرف فلانة وهادي انا راه عجبتيني وقلت لها ديك الدرية بقى صغيرة ما خاصهاش تضيع انا غنتزوج بها. هي ديجا واخدة عليا فلوس مع هاد الدرية هادا واخدة عليا فلوس صحيحة يعني خدات عليا فلوس صحيحة قال لي شوفي انا دابا غنديك للدار غتشوفي الوالدة وتعرفي على الدار وتعيطي على خشاك وتجيبي وراقه وشوف باك لا بغي يدير لينا يوكلك يتوكل عليك ونتكاشف. هادي جات لك هاد السيد هادا على اساس انه غيتزوج بك باش نفهمو ياك؟ ماشي على اساس انه غيتزوج بيا غير ديري ليا قالب انه غيتزوج بيا باش ياخد حاجتو. هادشي مهم اللي مهم ولكن هو باش نمشيو نقطة نقطة. هي قالت لك هاد السيد راه جاي باغي يتزوج وهاد السيد قال لك راني باغي نتزوج بك. خدوا معايا على اساس الزواج بجوج. اها صافي اها داني لدارهم شفت واحد المرا قال لي هادي راه الواليدها دارو بوحدو. اها مشيت لدارو انا غنجيك الهضره من بعد. واخ سيري لنا خطوه خطوه باش نفهمو. واحد دقيقه واحد صافي. دقيقه اسمحي لي واحد دقيقه اسمحي لي انقاطعك. واحد تكتب لكم السلام انا من كدا باغي الزواج تنيتك اختي. وحده تكتبي ليه مرحبا وانا باغي نتزوج تهبطوا من ريسكم حتى لهاد الدرجه. سيد عمرك حتى شتي وعمرك دابا في نظارك واحد غيتزوج بك عمرو شاف وهذا راجل اصلا اللي تيحط راسو في اللايف وتيقول الناس اللي بغات مرحبا. فيقوا شوية الله يرحم الوالدين. اش هادشي؟ بركة بركة من التخلف شوية. واش نتوما في نظارك كاين شي راجل غيجي قدام الناس هنا في كومونتير يقول لهم السلام عليكم اللي بغات مرحبا. الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم. بركة نفيقوا شوية البنات ما تنزليش كرامتك حتى للدل. يولي واحد يكتب لك في لي كومونتير شكون اللي بغات تمشي بقى اللي بغات تمشي تبقى ترغبوا. الله يهديكم. وهو تلقى ما نعرف مازال في عمره وما نعرف شحال ومقي السلام عليكم معكم عبد الحق من فلان شكون اللي بغى يتزوج. سير دير شي حاجه لراسك دير شي حاجه لراسكم. مازالين التخلف مازال التخلف مازال تتزوجوا بلي كومونتير باش نطيحوا في حال هاد المشاكل هادو. الله يهديكم الله يهديكم ربي يعطيكم عقل الاخوان. الله يهديكم راه ربي عطانا عقل باش نفكروا اكثر ما نهضروا. هاد اللايف راه فيه والدين فيه امهات فيه اباء نبغيو ديما يبقى محترم نحترموا نفوسنا نحترموا الوالدين اللي معانا راه سنين وحنا بقينا هنا والحمد لله حتى تشوفوا بان اللايف ما فيه لا تخسر ونبغيو نحافظوا عليه. داك الشيء ديال البساله انا باغي حكاش كل اللي بغى تصاحب ديريكت البلوك اللي بغى تجوج البلوك اي حاجه فيها البساله ما عندناش في هذا اللايف. هذا اللايف محترم فيه امهات سمحوا لنا احنا راه تنحشموا والدينا علمونا نحشموا ونحترموا الله يرضي عليكم. هذا اللايف راه الاغلبيه اللي تتشوفوا هنا في هذا الفوق راه كلهم امهات واباء فنحترموهم ونقدروهم ونوعوا شويه. سمحي لي قاطعتك كملي القصه ديالك. لا ماشي مشكل. المهم داني داك السيد لديك الدار وراني قال لي هادي راه الوالدة. دخلت قال لي تسناي مشى جاب لي بيجامة جديدة حوايج جداد. قال لي هاكي لبسي لبس صافي. هو كان يعني ما كانش كامل القوة العقلية يعني كان شوية
شارب سكران أمو قال لي أمو كانت معكم في الدار أمو. لا المهم نمشيو خطوه خطوه. هذيك السيده كانت معكم في الدار؟ لا ما كانتش مشات بحال هكا. قال لي احكا قال لي احكا هذه راه داري بوحدي وساكن بوحدي صافي. داك النهار بغى يقربني قال لي لا عافاك ما قربنيش هادشي خشي ويجيبوا الوراقي وديك الساعه نديروا كل حاجه. قال لي يلا نجي كشي عند ديك خيتي كتصلي الفجر بالطريق. صافي قاعدك شي اللي انا ما بغيتوش يوقع. ملي من تما من ديك اللحظه كرهت حياتي كامله وكرهت علاش خرجت من دار. جد عليك شكر فسالي مشيت فقت صباح قالي جاب الفطور فطرت قالي انا جاي نخرج نقضي واحد الغرض وغادي نجي شحال لي تي شي واحد لاجا. صافي وصلت ديك 12 كنسمع الساروت في الباب كنصاحبو انا غير هو يحل الباب. جات ديك السيده قالت لي على انت باقا ما مشيتيش. ديك السيده اللي هي امو اللي هي امو قلت لها على فلان ما قالش لك راه. قالت لي شكون هاد فلان؟ قلت لي انا راه كريت ليه الدار ومشى بحال هاجو. كيفاش؟ قلت لي راه كريت ليه الدار ومشى بحال هاجو. بلاشي بلاشي يعني السيد بشكرة الدار اللي قال لك راه داره قال لي داري وهذيك اللي جابها في الدار لقيتيها غي اللي قال لك راه امي هادي راه غي كاري لي هذيك الدار وصاحبتك اللي قالت لك هذا راه باغي يتزوج بيك وكذا باعتك ليه وهو مشكرة الدار ومشى قال لك هذه امي 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 غير باش يقضي حاجه. واش ديك المرأة فاش كانت جالسة قال لك هذيك قدامها الوالدة ديالي ولا شنو؟ قال لها الوالدة وبس لها على راسها وقالت لي ان شاء الله في بعضياش كم يسهل عليكم. دماغي غير يوقف والله إلا دماغي غير يوقف. صافي ما كتبش عليك ما عرفتش فين نمشي ما عرفتش فين نصب. بلاتي واحد دقيقة الشيطان الشيطان غيوقف بكل احترام لهاد السيده وهاد السيد هذا الشيطان فهاد اللحظه وقف احترمهم 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 احتر الشيطان فهاد الوقيته قال لك شوف سلم الشيطان سلم الشيطان الشيطان ما صافي ما خلينا ليه ما نقوله الشيطان ما خلينا ليه ما نقوله ما يمكنش. واش كاين باش صار معانا حتى لهاد الدرجه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. واخا كملي كملي ليها. المهم داز داك النهار ما عرفتش فين نمشي رجعت عند نفس السيده اللي بعتني ليه. قلت لها علاش ما قلتيش ليا؟ قلت لي اش غنقول لك انا ما عارفه والو. نكرات صافي قلت لي بغيتي تزي تباشي باشي بغيتي اش سيري بحالاش كتشوفي فين تباشي. يجي يقول لي خرجتي خرجتي برا راه غادي يضحكوا عليك وما غادي تاخدي حتى درهم. قلت لي بقاي دبري على راسك فلوس صحيح. قلت لي وتي صغيرة وعاطية العيد قلت لي غدبر على راسك في فلوس صحيح. صافي جلست معاها سيمانة ديك سيمانة باعت فيها كيما بغات سرات فيها كيما بغات. ما فهمتش شنو تجيب لك الدراري؟ باعت فيها رجال كيما بغات. من بعد
هي كتعطيني التليفون كندوي فيه مع اختي. هضرت مع اختي وقلت لها اختي عافاك راه بغيت نرجع للدار هضري مع بابا. قلت لي شوفي اذا جيتي بابا ما غاديش يبغي يدخلك شوفو صافي. رجعت للدار لقيت بابا عند الباب جرلي من شعري درت بلي الدروج كاملين جلسفلي وقال لي واحد الكلمة اللي خيبة بزاف اللي انت شي بنت ما تبغي باها يقولها لا قال لي كلمة خيبة صافي. مشيت انا وخشي قلت لها جيب لي الحالة المدنية ويلا نحي ديك العريق. مشيت ديك العريش بديك السيدة هي درجة بزاف ديال الدريات دارين بعلي ديك العراس بزاف ديال البنات يعني كشبيعو تشريف البنات جابوها جابوها عيطو ليها من مورها بشي 15 يوم جابوها. وفديك 15 يوم كنت رجعتي للدار عاود ردك ولا شنو كنت تديري؟ مشيت عند جداتي لقيت غير جداتي اللي وقفت معايا واخا كانوا معاملة ديال خالاتي وخالي معاملة في شكل يعني كانوا كيبغيو على أبسط الحوايج كيبغيو يجبدوا معايا الصداع وكيقولوا لهم ماشي اللي جبتيها شي نهار تجيب لك شي كرش وتستحقي واحد الأفاق با ما يعقلها لك لك علينا. صافي ديك 15 يوم عيطوا لينا جات قالت لهم السمية ديال السيد عطاشهم تصوير شو عطاشهم في مساكن السيد عنده فلوس السيد عنده فلوس يعني واخا تمشي ما غادي يصوروا مني ما غادي نصور منه والو ولاو لهذوك اللي في كوميساري كيقول لي غادي ريت تنازل غادي تشوف صافي. دازت مورها 3 شهور قبل من 3 شهور بعدا شهر مورا هادشي في رمضان عاقل عليها بالضبط بقى 3 ايام على ليلة 27 جداتي جابت فريدة ديال الفار حيت عندنا في سطح الفار في دار جداتي حيت ساكنين في الديور يعني في شي فوق شي في واحد قرابي اللي انا معايش بزاف. مهم جابت فريدة ديال الفار بغات ديال الواحد الفار كان في سطح انا ما كنبش على كنتاجة كنفكر في انتحار وكنقول انا ما عنديش نبقى عايشة صافي وليش كنقول ما عنديش نبقى عايشة احسن حاجة كانت نموت وكنسمع الهضرة ديال خالاتي كيزين ويفشلوا لي يعني ماشي بنادم كيقويك كيعاونك كيزين يفشلك صافي. قررت شدي ديك الفريدة دخلت الطواليت شربت عليها الماء وجلس كنتسنى درت العدل العكسي نط بطل امي راسها قلت لها سمحي لي ما انفو قلت لها ديك سمحي لي انا داش كتقلب في الكوزينة على ديك الفريدة ما بقيتهاش قلت لي شربتيها قلت لها شربتها قلت لي اش غتسافني دابا داوني لواحد السبيطار ومن السبيطار داوني للسبيطار الكبير وبغاو يجي يشدوني داك السبيطار ويقول لهم خالي وخوالاتي خرجوا وقالوا لمي شوفي الى جاو البوليس قول لهم راه كان جب وحده وشربجها علاش راه عندها مشاكل حتى شي واحد ما كان معاها في الدار باش ما مشاوش للحبس كل شي خاف على راسه وكل شي صافي. المراه بديش كنرد بزاف يعني اي حاجه كليشي كيما كانت واخا شكون غير الماكردها
صافي انا قلت عادي يعني بنت يلا عندها 15 عام يعني راه كتقول غير يمكن حنش هذيك الفريده اثرت ليها على المعده صافي هادشي اللي قلت عليه. من بعد داكشي قوى عليا بزاف جات ماما اللي بشاش ديك المده كامله ومبغي تشوف ليا في وجهي عطات لبي الفلوس حيت بي فلوس على قدها يعني ما عندهاش عطات لبي الفلوس وقالت لها ديها دوزي ليها مشيت دوزت تما كنعرف راسي راني حامله في 4 شهور حامله في 4 شهور كنت حامله بنيه ما عرفتش ما ندير امي داك الوقت كانت عندها خاصها تفتح امي كانت خاصها تفتح قلت لي انا غنمشي نقولها لباك انا ما نقدرش صافي تولي عند واحد السيده يعني بزز مني انا ما باش كنقول لي غير خلوني انا نخرج نخدم نقلب على راسي فاش ما كان المهم ما نطيحش دو كان شي سيده بغاو يدو كان شي سيده باش طيحي قالت لي بالهواس دارت لي واحد تيو قالت لهم شوفوا من هنا 24 ساعه غادي يكون كل شيء الامور مزيان تفرقعش بالدم يعني واللي شا كندوز بالدم يعني كل يعني تقدر نلبس حوايجي دابا تلقاهم كاملين عامرين دم كامله عامره دم دازت سيمانه وتي شي حاجه باقا ما طاحتش السيده ولاش كتعيط لي كنقول لها شوفي انا ما جيتوش عندي نساوني قلت لها الدري شوق عليها شي حاجه الدري راه بات لي غادي تموت وليش الوجع كان غادي يقتلني يعني انا وليت واحد الدرجه كنقول صافي انا غادي نموت هنايا مع 7 الصباح تفرقعش كل لي بالدم غندير يدي شديت رجلاجها وهي بقى كتحرك يعني بقى كتخبط بقى كتحرك يا رب شديتها من يديا واو كتسمعني تنسمعك قلت لك شديتها من يديا كنشوف فيها هكاك باقي كتحرك رجلاتها باقي كيتحركو ديجا باقي كيتحركو كان خالي في البيش وكنسد فمي يعني باش ما نغوتش حيت الوجع قشدني ديال بصح دغيا نوضوني دغيا بدلو ليا دغيا هي تروح واحد السيف. إذا مازال ما اشتركتيش في القناة حاول أنك تشترك فيها وتفعل الجرس وتخلي شي كومنتير وشي جيم لأن الجديد قريب بزاف. وهي كانت حية ديك الساعة. باقي حية وكتركي. شحال كانت عندك ديك الساعة؟ 4 شهور. كان عندي 4 شهور. دري كاملة. كاملة يعني راسها يديها رجلينها صبعينها كل شي كنشوفه بقيت صافي شديتها ووصلت لها بالدم ودارتها في زيف ودارتها دفناتها على بعيد فين كنسكنو قالت لك كاين جاو صحاب الزبر وكتبها غيبداو يقلبو دار بدار موراها مبقيتش كنقد ناكل مكتبش عليك خاطري ديما نقطع عليا ديك الدريه كنقول
كتقول مسكينه اشنو تتبعها، كيقول لك قبل ما تدفنيها خاصك تسميها، وسميش مريم. ما بقيتش كناكل، انا ديجا ضاع مني بزاف ديال الدم، جاني فقر الدم. يقولوا لي خاصك تشربي فاني ديال الحديد باش تقوي راسك. انا ما بقيتش كنقدر نشرب فاني، مبقيتش باغا والو، وقول لي مبقيتش باغا حتى شي حاجه، لدرجه ان واحد النهار في المنام كنسمع كتقول لي حرام عليك ماما، حرام عليك. درت غلط كبير فاش طيحت ديك الروح وعمرني ما تسمح لراسي. لا اله الا الله. داز بزاف ديال الوقت وانا عند جداتي، بابا ما كيشوفش فيا. قلت ليهم بغيت ندخل ندير شي صداع، يعني بغيت ندخل نتعلم. انا هذيك الساعه 2018 قلت ليهم بغيت ندخل ندير شي صداع شي حاجه. جا بابا عطاني قلت طلع ساعه وثاني، قلت لي اش بغيتي ديري بشي قرايه. صافي جداتي قالت لبابا خلصت ضروري تقراو. انا ما كنتش بغيت ندير الحلاقه، يعني الحلاقه انا كنرتاح فيها، ما بغيتش. داروا لي مربيه، انا ما كنتش كنبغي نجي صراحه، ما كنتش كنبغي نمشي للمدرسه، ما كنتش كنبغي بزاف الحوايج شدني. ما عارش واش قالتها لي جداتي ولا مي وماما ولا جا عندي قدام الدراري ديال اللي كنت كنقرا معاهم مربيات، وشف لي على راسي. كيشف لي على راسي بعد اسمي اللي قلتيني مريم، قلتي لي السمية ديالك مريم، يعني نفس السمية اللي سميتها هي. سميتها مريم. كملي يا مريم القصة ديالك، كملي. مهم صافي، عاوتاني فكرت في انني نهرب بزاف الحوايج. هاد المرة مشيت عند جداتي وقلت لها عافاك يا جداتي عطيني، حيت هي عندها واحد الدار ما كيمشي لها حتى شي واحد. مشيت عندها، جلست تما لمدة ديال شهر، الباب مسدود عليا، يعني كتجي عندي مرة في السيمانة كتجيب لي الماء بلا داك الشي اللي بغيت، وكتمشي. ما عندي لا تيليفون، حتى لو وقعت ليا شي حاجة ما كاينش اللي يعتقلي، والباب مسدود وما عندي الساروت. من موراها تعاودت ضربت يدي ومشيت للسبيطار، فكرت في الانتحار. بغيت ما نكذبش عليك، ما بقيتش باغي نعيش، وبزاف ديال المرات كيطيح عليا المنام ديال ديك الدرية، وكتجي كتقول لي حشومة عليك ماما. شحال من مرة من بعد دخلت قريت الحلاقة، عاودتني خشي، دخلت قريت الحلاقة. دانس واحد الوقت مدة ديال 4 شهور، عاد رجعت لدارنا. خا بابا كان ديما يعني ما كيبغيش يشوف فيا، كيعيرني وكيضربني، كنقول شي ماشي مشكل، نصبر للدل ديال با، ما نصبرش للدل ديال عباد الله. صافي وليت ديما كنبكي بالليل، ما نكتبش عليك، يعني وليت لواحد الدرجة كنبكي بالليل بزاف.
وليش كنطيح ملي وليش كنطيح وليش كنهضر كنجي كنشنق على ماما كنقول لها مشي الدار غنحرقها كامله. داروا لي فيديو كيفاش كنت كنهضر قلت لهم الدار غنحرقها كامله ما نخلي فيها حتى شي واحد. صافي شافوا القضيه ولات صعيبه عندي بزاف توني الراقي الراقي بقى كيرقي فيا كيقول لي بعد مني هادي برشي انا ما غنبعدش منها انا وياها مزوجين عام هذا يعني انا وليش مملوك الجن. بعض المرات كندير شي حوايج اللي بزاف يعني نقدر نضرب لحمي باش غير نشوف الدب. صافي وليش الدار ما كنحملش نجلس فيها بوحدي خشي تزوجاش مشياش بقيت غير انا بوحدي في الدار يعني بعد مرات في الدار كنبقى نهضر غير بوحدي نحاول نقول ان انت الناس هادو راه كنبقى نهضر بوحدي. نقول لك واحد الحاجه قبل ما تكمل القصه نضرك شي جن لا والو هادشي عندك غير راه كاين جن ديال بنادم هو اصعب هادشي غير هو اصعب جن ولكن يعني انا فاش طحت يعني فاش بديت الراقي كيرقي فيا يعني راقي يعني ماشي دوك المشعوذين ودوك يعني راقي شتي اللي داز عليك ماشي غيخليك تهضري هادشي يخليك ديري كثر من الهضره وتبدلي التصرفات وكلشي ما علينا لدرجه دابا ان اي واحد كيجي يعني يجي غير يهضر معايا شي دري في فيسبوك في واتساب في انستغرام كيشوق عليه شي حاجه. واحد الدري كنعرف عليه كلشي هو غير ولد دربنا تخيل نهار كان باغي يجي يهضر مع الدار تهرس يعني تهرس وانا كنقول عادي يعني ما كاينش شي حاجه يعني انا داك الوقت ما كنتش عارفه انني مريضه بالجن ما كنتش عارفه ممكن يكون نفسي على شي اللي داز عليك ممكن يكون نفسي اكثر واخا صافي وليش كندير رقيه بزاف وليش كندير رقيه بزاف هو كيقول لي شوف كيفاش كنطيح يعني هما لدرجه انك كنقول لهم سيروا راكوا كيش كذبوا عليا داروا لي فيديو اخر مره كانت الحصه اللي فاتت السيمانه اللي فاتت نهار الجمعه قال لي راه واخا تبقى ترقي فيا حتى شي عيا قال لي راه ما غنخرجش من هاد السيده قال لي اصلا انا راه عندي معاها ولد. فاش قلتي لي دابا بلي عندك معاها ولد تاكدت بلي نفسي قال لي تاكدت بلي نفسي شتي من لا ماشي نفسي ماشي نفسي حيت فاش كنطيح راه كيهضر هو ماشي انا اللي كنهضر وكيديروا لي دي فيديو يعني انا ما كنكونش عاقل على راسي واخا مريم انا ماشي بغيت كنكونش عاقل على راسي مريم انا ماشي ضد ماشي الكلام اللي تقوليه مي انما غير على هادشي اللي عاودتي لي التجارب شحال من واحد تيكون مرض نفسي ياك مرض نفسي تيخليك انك تهضر وتغوت وتبدل الصوت ديالك وتتولي عندك واحد الطاقه قداش وتبقى تهز وتخبط في عباد الله غير نفسي راه هادشي اللي داز عليك محق ان يكون طرا لك هادشي. واخا كملي مور الحصه اللي داز السيمانه اللي فاتت صافي دازت ديك الحصه كيقول لهم انا راه ما غاديش نبعد منها غير كونوا غاليين واي واحد غادي يقرب لها غادي نقتلو عمري يعني اي واحد كيقرب ليا كيشوق عليا شي حاجه لدرجه انني كنت في غلاصي مع واحد الولد المده ديال العام هذيك الغلاصي كلها المشاكل كيجيو من ابسط الحوايج شحال مرة كتوقع لي شحال من حاجة دارك سيدة بموتور
وحنا كنقول انا ذاك الوقت ما كنتش عارفه انني مريضه. واخا كنت كنقول لها هادشي راه كيجي مع الوقت ومكتاب. انا بزاف ديال الناس يقولوا لي خويا بدر، تيقولوا لي بدر الجن كاين، ما انا ما غنكرش ما غنكرش، مي هاد السيده هادي على هادشي اللي قالت ما نضمنش. فقريت في علم النفس، انا هاد السيده تقول لك بعدو منها انا دي ديالي وديالي. الحاجه اللي الناس اللي تيكونوا تيطيحوا وتيكون عندهم مرض نفسي وتيبداو يهضروا في حال هاد الاقوال، راه انا المالكها انا دير، محتاجه شي واحد اللي يخاف عليها، كانت محتاجه لباها، ماشي تقول لهم بعدو منها وهادي ديالي وانا خايف عليها وهادي ديالي، يا كانت اللي تقولي او لا. فانا نقول لك محتاجه بعدو منها، بعدو منها، انت محتاجه شي واحد اللي يحميك، محتاجه شي واحد اللي يخاف عليك، محتاجه شي واحد يعنقك. هادشي اللي تتقوليه محتاجه يا انا شي واحد في الواقع يطبقه. منين ما لقيتيش في الواقع وليتي تتخيليه حتى ولا لك هكاك. سمعتيني فمريم؟ غنقول لك واحد الحاجه. اتمنى من كاع الناس اللي تيتفرجوا في هاد اللايف كلهم انهم يدعوا معاك بعدا، يا ربي يفرجها عليك يا مريم، ياك الله يفتح لك الباب الخير وينور لك طريقك، هذه اول شيء. شوف يا مريم، الضربه اللي ما تتقتلش خاصها تقويك، وهذه ماشي نهايه العالم، بالعكس مزيان. نقولك علاش مزيان، دازوا عليك بزاف ديال التجارب وانت صغير، حيت ملي غتكبري غيكبر لك العقل، غتقول لي كبيره في دماغك. بالعكس انا باش نوصل لك واحد الفكره، يعني هذا الشيء كامل اللي وقع ليا ولا شي لي فاس، تقول هاد الدريه ما عندها حتى شي حاجه، كنضحك لك في وجهك وغتشوفني بخير، وغتشوفني ديما ضاحكه، ولكن الداخل عالم بغير ربي، ياك عالم بغير مولانا. يلا سمعيني، يلا الوقت جا، الوقت فين خاصك تسمعيني. صافي يا مريم، مريم وي كنسمعك. الماضي تيبقى ماضي، ياك درتي بعض الاخطاء ما نكروهمش، والديك داروا واحد الاخطاء حتى هما كذلك ما غنكروهمش، من الحياه خاصها تكمل. الشيء اللي داز عليك في هذا الشيء وهضرت الناس ووالديك وباك وعائلتك، جا الوقت فين خاصك تسكتي الوقت الفم ديال كل واحد فيهم. كيفاش غديري تسكتي؟ ديري شي حاجه ونجحي. غتقولي لي انا ما قاريش، ممكن ديري مليون الف حاجه وانت ما قاريهاش. قلبي على راسك فين قدري تعطي، صنعي نفسك، تبتي نفسك، عاودي قوي شخصيتك. كما اللي طلع معايا في اللايف شنو تنقول ليه؟ نميلو ولكن ما نطيحوش. عاوديها، ما سمعتهاش. نميلو ما نطيحوش. ما سمعتهاش شنو؟ نميلو ما نطيحوش. نقدر ربي كبير والحمد لله. برافو عليك. فربي يشوف ما غيحسد عليك باب الا غيحل لك بيبان. خلي امل ونوصل لك واحد. تفضلي. اقول لك واحد الحاجه اخرى. حتى الخدمة ما كيخلينيش، هاد الشيء اللي فيه ما كيخلينيش نخدم، يعني غنقول لك لا خدمت. واخ شوف 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 عافاك، انا غادي ناكد دلالك، ياك هاد الشيء اللي عندك غتغلبي عليه بنفسك، ما كاينش جن، انت محتاجه للحنان. واخا وانا وياك كنكونوا متفقين على هاد النقطه، انت محتاجه للحنان، محتاجه لباك، محتاجة لأمك، محتاجة لشي واحد اللي يبغيك ويخاف عليك. فمادام ما لقيتيهمش، بغي راسك، خافي على راسك، قدري راسك، شوفي وجهك في المراية وقولي غنعاود نبدا من جديد. قول شوف ما غاديش نعاود نطيح، غنولي قوية وغنبرك على راسي وغنعاود نوقف على رجلي. بشوفي وجهك في المراية، شوف قولي كل نهار انا تنبغي راسي وانا قويه وغادي نتحدى، وان شاء الله من هنا لقدام ايامي غادي تزيان وغادي نولي احسن من دابا. والايام بيناتنا بحال شي واحد تتغددي فيه تقولي واخا هالايام بيناتنا وغادي نوريك والله حتى غنجح، والله حتى غادي نكون احسن بحال هكاك. ديك الحرقه خرجيها من قلبك، فهمتيني؟ بغي غير راسك. مادام بعض المرات ما تلقاش الحب في الدار وما تلقاش في العائله وفي الوسط، نقدروا نعوضوا بحب نفسنا. ممكن تساعدي نفسك، ممكن تقوي نفسك،
قبل حتى واحد. الا تخلى عليك العالم ما تخليش انت على نفسك. الا تخلى عليكم العالم وما فيه ما تخلوش على نفوسكم. الا ما لقيتوش حب الاب حب الام حب الاخوه حب الاصدقاء حب حب نفسك وحب الله عز وجل. المرتبه الاولى حب الله وحب نفسك وشوف كي غتلقى السعاده. والله ما تخيب، والله انك عمرك ما تخيب. مريم، مريم وي تبارك الله عليك، ان هادشي تنظن انه وليتي ناضجه ياك. مازال لك خاصك تحيدي غير هاد الحاجه، تعاودي تفيقي تكملي وتعاودي تفيقي وتعاودي توقفي على رجلك. حيدي انا داير لي وفعلي قلبي. شوف بالتجربه طبقي غير هادشي اللي قلت لك، وإلا سخفتي ها انا هانتي، ها انا هانتي. صلي صلاتك واخا تقولي لنفسي شوفي الا عمرتي راسك بديك الدوامه راه ما غتخرجي منها الا قدره قادر غير نفسي. ولا دخلتو دوك الدوامه ديال انك مسكونه، انك داير لك، انك شوف علاش تنشوفو تنساو القول الله عز وجل ولا تخافوهم وخافوني. علاش علاش يقول لك بانهم ضعاف ولا يفلح الساحر حيث ايت. ما تنشوفوش هاد النقط، تنشوفو بان غير حنا ولا وغيطرنا وغيف. كون قوي فالله. شوف ما تكونش ضعيف، ما تكونش ضعيف، كون قوي في شخصيتك، كون قوي في شخصيتك وعلق امالك بالله. والله ما تخيب مهما يطرالك، ولو يجتمع الانس والجن وما غيضروكش الا باذن الله. مش قنطوش من رحمه الله. علاش تقنطو؟ علاش تقنطو؟ غير تجيك تعكيله وتطيح وصافي وتتيبس وتتوقف وتبقى تبكي وانا طيحت وطاري لي. وقف. علاش قانط من رحمه الله؟ رحمه الله واسعه، رحمه الله واسعه، رحمه الله واسعه. ربي كبير الاخوان، ربي كبير. ما تقنطوش من رحمه ربي. فاش غنقول لك مريم؟ الميلو وما نطيحوش، ما نطيحوش. ربي كبير. نتمنى عرفتي غتفرحيني مريم، غتفرحيني قبل ما انك تقولي لي ناجحه وتقولي لي لقيت نفسي ووليت واحد الانسانه واحده اخرى وعاودت وقفت على رجلي وما بقيتش نطيح وما بقيتش نسخف وليت مزيانه وقويه ومتوحد. ما يبقى يشوفني بديك الشفقة مسكينة تطيح تتسخف تدير لا قلبي على باش انا ما كنبغيش شي حد يشفق عليا. دابا باش نوصلك واحد الفكرة، انا ما كنبغيش شي حد يشفق عليا وماشي شي حد يشفق عليا. لا اراديا الناس غيبقاو يديروا. انا قادة براسي. برافو. حيت انا قادة براسي. ما سمعتكش، عاودي شنو قلتي؟ عاودي. انا قادة براسي وعارفة. ما سمعتهاش مزيان، عاوديها عاوديها. انا قادة براسي. برافو عليك. بقات ناقصك حاجه واحده نحيدوها غير هاد الافكار تكوني احسن وحده. دازوا عليك بزاف ديال الحوايج اللي ممكن تكوني قدوه ديال بزاف ديال الناس. تقول لهم انا طرالي طرالي واخا هكاك مازال قويه وانا بغيك تبقي قويه. انا غنتسناك غتعيطي ياك وغادي تولي وحده اخرى وانا متاكد. غير باش يدعوا معك اكثر من 10000 واحد غير 50 مستجابه. اكثر من 10000 واحد دعا معك راه واخا ما يكون فيك الجن شي حاجه اكثر من الجن، راه اكثر من 10000 اللي دعاو معك. فالله يفرج عليك وانا غنتسناك تعيطي لي وتقولي لي راني وليت وحده اخرى ان شاء الله. صافي ان شاء الله. شكرا بزاف. شكرا لك. بلاكس. مرحبا مريم. مرحبا. مرحبا مريم. شكرا. شكرا لك مريم. انا غنتظر الاتصال ديالك. حتى نتوما لو بغيتو تعاودوا القصص ديالكم عليكم، لا تصيفطوا لنا ميساج في هذا